مرحبا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين الاحتفالات وفي حاله من السعاده الحقيقه في الاستوديو. في كل مكان الحقيقه الناس كلها فرحانه، كل الاهلاويه فرحانين، وكثير من المصريين مبسوطين طبعا انه ده يعني انجاز للدوله المصريه، للكره المصريه. ولما بنتكلم ان الصحف العالميه بتتكلم باسم النادي الاهلي المصري، فده دليل على ان ده دور وطني كمان للنادي الاهلي. كنا بنتكلم على بي بي سي سبورت وعلى غيره كمان، اولي الارجنتينيه كانت بتتكلم وبتقول في العنوان بتاعها ان في اداء ضعيف من بطل امريكا الجنوبيه، المفروض ان هو اخرج ريفر بليت بس ما قدرش على النادي الاهلي. كل الصحف بتتكلم على الانجاز اللي عمله النادي الاهلي. انت بتلعب امريكا او بطل امريكا الجنوبيه، بس انت في نفس الوقت انت النادي الاهلي، انت كيان كبير، وانت شفت رجاله في الملعب بتعمل ايه وبتموت نفسها ازاي علشان كل اهلاوي يبقى مبسوط. الحقيقه انه في ضغط كبير قوي على الجماهير دي، على اللعيبه دي يا احمد طبعاً. من يعني في ضغط كبير قوي على اللعيبه، من انتقادات، من ان هو حاسس بالمسؤوليه لوحدها تحط عليه ضغط ان هو عايز يكون افضل دايما وعايز يقدم للنادي ده والكيان ده افضل حاجه. فلما باجي اقول لحضراتكم انه احنا بنشوف اللعيبه دي بتتعرض للضغط ده ازاي، بنشوف الحقيقه انه مثلا مباراه الدحيل حسين الشحات مثلا كان شايفين ضغط قد ايه وبيبكي ومحطوط تحت ضغط كبير. شوف مع موسيماني، بعديها على طول بنشوف مروان محسن في مباراه امبارح والضغط الكبير، وكل اللعيبه الحقيقه كانت بتحتفل ومبسوطه، ولكن مروان محسن ما كانش بيحتفل معاهم من اول ما الحكم صفر. في ضغط كبير قوي موجود على اللعيبه دي، وطبعا طاهر محمد طاهر اللي عيط مع موسيماني ومن الضغط من الفرحه وغيره، سعد سمير بعد ضربات الجزاء وغيره. كل اللي بس عايزه اقوله ان احنا دلوقتي بنتكلم على انه اللعيبه اصلا عليها ضغط كبير، وفعلا عليها مسؤوليه كبيره قوي ان هي تسعد حضراتكم. ممكن كلام كتير يهد حد من اللعيبه دي، يهد حد نفسيا، وده بيبقى صعب قوي. يعني هم اصلا محققين ثلاثيه، يعني بنتكلم على دوري ابطال افريقيا، على الدوري المحلي، على كاس مصر، وبنتكلم على دلوقتي ثالث كاس العالم للانديه، محققين كتير للنادي ولسه الاكتر. ولكن في ناس بتهاجم، وهرجع واقول ان الانتقاد فنيا ما فيهوش اي مشكله انك تنتقد لاعب فنيا، ولكن الانتقاد لما بيزيد عن حده، لما بيبقى فيه تجريح، لما بيبقى فيه هدم، احنا لازم ده دورنا كلنا ان احنا ندعم اللعيبه دي، دورنا كلنا. ده مش دور بس موسيماني ولا دور الشناوي ان هم يتكلموا مع اللعيبه ويقولوا لهم ان انتوا افضل لعيبه، او انه ما تركزش مع حد وانتوا لعيبه كبيره ورجاله زي ما شفنا الشناوي بيقول ده للعيبه، ولكن دورنا احنا كمان، دور الجماهير، دورنا في قناه الاهلي ان احنا نقول لحضراتكم وان حضراتكم تدعموا اللعيبه دي نفسيا وترفعوا الضغوط دي عنهم، لان لسه المشوار طويل، ولسه عندنا مشوار افريقيا من اوله، ولسه عندنا يعني سوبر افريقي وسوبر محلي. فيعني نبقى بس بنخلي بالنا ان احنا ما ناذيش انسان نفسيا، فنيا انتقد زي ما انت عايز. خلينا نتفق على جزئيه الضغط دي قبل ما اتابع بقيه الصحافه ازاي رصدت فوز النادي الاهلي بالبرونزيه على حساب بالميراس. جزئيه الضغط دي فيها شقين، بدايه اللعيب، لعيب النادي الاهلي لازم وهو جاي لازم يبقى عارف ان هو هيتعرض لضغوط كبيره جدا، وطبيعي انت بتتكلم على نادي بيشجعوا عشرات الملايين، انا مش هقول رقم لكن يعني عشرات الملايين، ده مرتاح جدا في مصر وبره مصر، وبالتالي انت شايل احلام وطموحات جماهير عريضه جدا، فتوقع دايما انك تكون محطوط تحت ضغط. مهم جدا ازاي بتتعامل مع الضغط ده، وازاي تخلي الضغط ده او تحول الضغط ده لطاقه تاخدك لقدام. بالنسبه للجماهير بقى اعتقد انه مطلوب منك انت تضغط، وده طبيعي وده حقك ومحدش يقدر يتكلم عليه، لكن وما دام حققنا هدف، يعني النهارده مثلا احنا حققنا برونزيه وهنبتدي من بكره مشوار جديد، مشوار دوري الابطال ومشوار بطوله كاس مصر ومشوار الدوري العام ومشوار كاس سوبر افريقيا بتاع الموسم الاخير، نبتدي نفتح صفحه جديده ونبتدي ندي مساحه للعيبه انها تراجع حساباتها مره ثانيه. نروح لماركا الاسبانيه اللي كتبت وقالت